لا كابتن كريم، اخبار حضرتك ايه؟ انا بتهيألي طارق يحيى، كابتن طارق يحيى ولا معاك ولا مين؟ كابتن طارق وكابتن وليد صلاح الدين. كابتن طارق ازيك؟ كابتن وليد ازيك؟ سيادة المستشار هارد لك يا استاذ، معلش هارد لك. انت شايف ايه يا سيادة المستشار النهارده بعد الهزيمه؟ هل فرصه الزمالك بقت صعبه في الصعود؟ لا يعني بص انا ما اعتبرش الزمالك يتعادل معاه. بص يا كريم، انت عارف انا عندي مبدا الرياضه مكسب وخساره طبعا، وانا سامعك بتقول ان كل الزمالك ما يتغلب هيطول هيقول النقط الولاء، ده كلام مش مظبوط. يعني انا متحفظ على هذا التعليق، تمام، لان احنا من ساعه ما دخلنا مدينه اسماعيليه استقبلنا احسن استقبال. مجلس اداره الاسماعيلي برئاسه الاستاذ محمد ابو السعود، مجلس اداره القناه الاستاذ عصام، من مجلسين بصراحه ايوه استقبلونا احسن استقبال في نادي الجنفار. كلمني يا سيد الفريق مهيب رئيس سيد فرعون السويس، طمنوا علينا. شعب الاسماعيلي من ساعه ما دخلنا شعب محترم جدا جدا جدا. لكن اللي بوظ الماتش الاخ عفان الصغير، او تقدر تقول عليه البلطجي عفان الصغير، اللي صمم يروح يضرب احمد حسام ميدو في الماتش. ده مش كلام انا، ده كلام المجلس الاداره. وهي جت في التلفزيون حصل احتكاك ومشاده كده. لا ده مش لا فرق احتكاك، لا رايح يضربه، كلامي واضح والله يا كريم. انا عباراتي واضحه. البلطجي، بقول تاني البلطجي تاني، لان الملاعب اللي يبقى فيها مدرب وسعفان ده ليه السواري قبل كده، خلي بالك. اللي يصمم يروح الناحيه الثانيه عشان يضرب مدير فني لنادي كبير اسمه الزمالك، بقول له يا بلطجي لو ما اتشطبتش الزمالك مش هيكمل، مش هيكمل الدوري. لان النهارده زي ما انا بحترم نادي اسماعيلي ده نادي كبير، نادي اللي فاز النهارده نادي اسماعيلي نادي كبير، وجماهيره جماهير محترمه، وبلده بلد محترمه، لكن اللي شوه شوف انا عملت ايه بقى؟ لما لقيت جماهير، للاسف كان في جماهير من اسماعيل كتير. انا اللي بقول لك كان في جماهير من اسماعيل كتير. والاخ مجد المالكي اللي هو مجد المالكي ما اعرفش سجلتوا الاعتراض ده قبل المباراه يا سياده المستشار او اثناء المباراه؟ بص انا من البدايه قلت يوم جميل، والمفروض انت ما تسجلش اعتراض قبل المباراه، المفروض انت بتسجل اعتراضك بعد المباراه. لان ممكن الناس دي تمشي في نص المباراه. لكن انا برضو ما عنديش، مش هي دي الملحوظه اللي عندي، سيبك من جماهير حضرتك، مش هي دي القضيه. لكن في بعض الجماهير اللي شويت نادي الاسماعيلي مع الاخ سعفان. ضربوا اللعيبه بالازايز، شتموا اللعيبه بالفاظ بذيئه. انا موقفي لما هشام يكن وقف عشان يرد، انا قلت له هشام، وقفت قلت له كلمتين، مش قادر تضبط اعصابك اطلع مش بره المدرجات، لا بره خالص، بره الاستاد. واخد بالك؟ لانه وده كان طبعا محل استياء مجلس اداره الاسماعيلي، انا كانوا قاعدين جنبي ومستائين من الموقف اللي بيحصل. واخد بالك؟ فاذا كان جماهير حاضره وقلنا مفيش مشكله، لان اللي بيننا وبين الاسماعيلي انت عارف الاسماعيلي ده يعني ناديين طول عمرهم طبعا الزمالك والاسماعيلي حبايب يعني. زي ما انت قلت من البدايه مش مشكله الجمهور يحضر، لان هنقول بقى كل ماتش الجمهور مفيش مشكله. تمام. لكن لما بعض الجماهير تضرب ازايز، تشتم اللعيبه، تشتم الجهاز الفني وانت كسبان، يعني انا برضو مندهش انك انت ده. جماهير دي يا فندم كانوا موجودين في المقصوره يا استاذ مرتضى؟ لا كانوا موجودين في طبعا جماهير المقصوره كانت مليانه طبعا يمين وشمال. لكن الجماهير اللي هي ارتكبت هذا الفعل اللي اساء للنادي الاسماعيلي الكبير العظيم، ده كانت الجماهير اللي قاعده قريبه من اللعيبه اللي هم بيسموها انتوا الدرجه الاولى مثلا او الاولى الاماميه. ايوه بالك. فده اللي زعلني، وانا كلمت السيد جمال علام دلوقتي في التليفون، لان طبعا مجلس اداره الاسماعيلي مستعمل اللي حصل. ايوه احنا كنا ناس محترمه وامنا كويس جدا، وشعب الاسماعيليه من ساعه ما دخلت الاسماعيليه انت عارف طبعا كل الدنيا عارفه انا علاقتي بالاسماعيليه ايه، واول بلد اتجوزت فيها والبلد دي انا اتجوزت فيها وخلفت بنتي اميره فيها، واخد بالك، وبنتي مواليد الاسماعيليه. لكن هي مش قضيه انه يجي بقى 10 15 20 واحد يشوهوا بلد بالكامل. حضرتك تضرب ازاز ليه؟ وحضرتك انت سعفان عايز تروح تضرب احمد حسام ميدو ليه؟ يعني انا عايز بس سبب واحد من اللي هو عمله. ايوه فانا منتظر. انا هاخد قرار، بس مستني استاذ جمال علام على بعثات فلوسر يرجع. انا عندي هو كنت بقى عايز تطبق اللائحه صح؟ لا انا عندي ماتش بتروجيت كان فيه جماهير. ايوه عندي طيب. ماتش الاسماعيلي كان فيه جماهير. طيب وانا النهارده بقول لما قلت لو تفتكر يا كريم انت كنت معترض على انه يبقى فيه هبوط للدرجه الثانيه، والزمالك مش هابط، الزمالك ان شاء الله هيوصل مربع الذهبي. لانه النهارده لما تلاقي مثلا بتروجيت والاسماعيلي واتحاد الشرطه وسموحه، دي كلها انديه واتحاد اسكندري بتنافس على المراكز الاولى. مظبوط مظبوط. المربع الذهبي كلها بتلعب على ملاعبها ولا ما بتلعبش على ملاعبها؟ على ملاعبها. ايوه والزمالك والاهلي الفريقين الوحيدين ما بيلعبوش على ملاعبهم. واخد بالك؟
اثنين لما يجي النهارده عندك المنيا وبني سويف تلعب على في نادي الترسانه، دي وجهه نظري لما انا قلت مفيش هبوط عدم تكافؤ فرص عشان تكافؤ الفرص. لكن انا في النهايه بقول بشكر ثاني مجلس اداره الاسماعيلي والقناه على حسن الاستقبال، بشكر جماهير الاسماعيلي المحترمه اللي استقبلت احسن استقبال قبل ما القله دي تيجي تضرب طوب وتضرب اسايز وتشوه بلد محترمه. وفي النهايه برضو بقول كل الدعم للجهاز الفني، الجهاز الفني مش بالقطعه، بديله كل الثقه. لدرجه عادي مجلس اداره كان طلب ان انا اقعد معاهم، قلت له مش هقعد معاهم، اقعد معاهم ليه؟ لا لا خالص مفيش اقعد مع الجهاز الفني. طب رايك انت حضرتك كرئيس نادي يعني تتفرج على المباراه النهارده، رايك في المستوى ايه بالنسبه لنادي الزمالك؟ لا النهارده الزمالك لعب مباراه من احسن مبارياته وتوفيق يعني ما كانش معاه النهارده، انت شفت كور كتيره ضاعت من الزمالك، ده اقصى جهد النهارده كانوا على قد المسؤوليه. لكن هي دي الرياضه يا كريم. ايوه يا فايز وخاسر. صح. وزي ما انا قلت لك قبل كده ممكن تشوط 100 كوره تطلع في العارضه او في الاوت وكوره ضعيفه تخش جول. بالظبط بالظبط. بالك فانا برضه بدعم الفريق واقفين وراه، ودي رياضه فيها كسبان وفيها خسران. طيب حضرتك كلمت الاستاذ جمال علام بتعترض على موضوع الجماهير ويعني لانه لان بتسجل اعتراض رسمي للرئيس عند رئيس اتحاد الكوره. لا انا شوف انا 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 حزني ان يوم جميل بدا شوهه سعفان الصغير اللي بلطج وبعض الجماهير اللي حدفت ازايز على الجهاز الفني واللعيبه وشتمت لعيبه بالفاظ بذيئه. ده اعتراضي لانك اولا هو ما شوهش الزمالك، هو شوه النادي الاسماعيلي الجميل. بقول لك كان يوم جميل. ايوه لو تيجي يا كريم النهارده شوف تصور انا قاعد مع على يميني السيد محمد الصعود على شمالي ده اصلا رئيس القناه وكلمنا السيد رئيس هاي قناه السويس ويطمن علينا واتغديته وما اتغديتوش واللعيبه بدات الماتش مع بعض بحب زي ما انت شايف. ايوه لما يجي واحد مش لغايه دلوقتي انا مندهش ليه سعفان عمل ده وليه وتر المباراه. تحب حضرتك تساله على الهواء يعني هو ممكن يجي لنا على التليفون، تحب حضرتك تساله على الهواء؟ لا انا لما اجي اتكلم مع وزير الشباب والرياضه يا كريم مش هتكلم مع بلطجي. بتهزر؟ لا انا بقى كريم. يعني بقى لا بس انا اسف انك تقول يا كاي سعفان ده انت حضرتك تساله. هنجيبه على التليفون بعد ما حضرتك تخلص. لكن هاته بقى بساله. لكن انا بقول لك اهو عندي قرارات كمجلس اداره خدها لو اذا لم يعاقب هذا السعفان. تمام. على فكره مش كلام انا، ده كلام مجلس اداره الاسماعيلي اللي كان مستاء منه اكتر مني، خلي بالك. يعني حضرتك اتكلمت مع العميد ابو محمد ابو السعود في قصه كابتن سعفان؟ يا بيه كان الحاج محمد ابو السعود عشان رجليه تعبانه فهو الراجل اعتذر بيتفرج تحت. لكن كان جنبي السيد خالد فارو والاستاذ حليم كل مجلس اداره الاسماعيلي المستشار وليد بصراحه كلهم ناس محترمين وابدوا استياءهم من اللي حصل. ايوه بالك بس هم لانهم ما كانوش طايلين ان هو كان في الملعب وسامع كنت طايل هشام ياكل لان هشام قدامي. ايوه بالك ممكن ما اعرفش شفتني جات الصوره. جات الصوره حضرتك بتقول له اقعد يا هشام امسك اعصابك. يعني قلت له يا هشام مش قادر تضبط اعصابك، ما تبوظش علاقه بين فريقين بقى لهم 70 80 سنه علاقتهم محترمه مع بعض. ايوه انت مش قادر تضبط اعصابك اطلع بره الملعب والنادي الاستاد كله. فهو ده انا بعتقد ده الشيء التربوي المحترم. وانا اتصور ان مجلس اداره الاسماعيلي لو لان كان استياء شديد من مجلس اداره الاسماعيلي وما شايفين هذا البلطجي عايز يروح يهجم ويعتدي على احمد السلمي. ايوه انا مستني قرار اتحاد الكوره ومستني اتحاد الكوره قرار مجلس الاداره لانه لن يقبل هذه البلطجه في ملعب رياضي زي ما قلت لك. يوم بدا جميل جدا 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 يا كابتن طارق وكابتن وليد واخد بالك، وللاسف كانت النهايه مش هي مش عشان الكل اللي جه او الاسماعيلي فاز. الاسماعيلي ده بطل والاسماعيلي ده فايز على الزمالك. طارق تحب تسال بس ست المستشار؟ اتفضل كابتن طارق. عايز حضرتك ست المستشار. كابتن طارق اتفضل. ازي حضرتك ست المستشار؟ يعني انا طبعا يعني كلام حضرتك منطقي جدا وكلام الخاص بالمشاده اللي حصلت ما بين ميدو وما بين سعفان، واضح ان سعفان كان منفعل جدا وقال الفاظ الحقيقه اتبانت على التلفزيون على فكره كلها وكل الناس ترجمتها يعني. لكن انا هاخد حضرتك لا طارق بعد اذنك في فرق انه يقول الفاظ وفرق انه رايح له عايز يضربه. لا هو دي ما جاتش قوي في التلفزيون لكن اللي جات في التلفزيون ما انت حضرتك في الاستاد وشايف. لا يا لا ده رايح له هو كابتن طارق بيتكلم على اللي احنا شفناه في التلفزيون. انا شفته في التلفزيون. لا ان هما ان هو يعني نص الطريق تقريبا لاحمد حسام بالظبط. لكن انا هاخدك لناحيه فنيه بعد اذن حضرتك شويه لنتائج نادي الزمالك الفتره اللي فاتت يعني او طول الدوري حتى الان. نادي الزمالك نادي كبير، نادي بطل بيسعى دائما وابدا الى البطوله. احنا كنادي الزمالك خسرانين من بتروجيت، تعادلنا مع اتحاد الشرطه، خسرنا من الاسماعيلي رايح جاي، خسرنا من المصري، تعادل مع عفوا خسرنا من الحرس، تعادل مع الجيش، تعادل مع المنيا.
يعني نادي الزمالك فوز على المنيا. لا الفوز على المنيا عفوا يعني نادي الزمالك يا ست المستشار. انت لعبت، بص يا طارق، انت لعبت اسوء مباراه في تاريخ الزمالك الموسم ده اللي كسبت فيه المنيا. بالظبط. يعني انا برضو بقول لحضرتك ايه، او اداء سيء امام المنيا. فانا بتكلم على ان نادي الزمالك يعني النتائج مش ماشيه قوي. يعني هل في اسباب يا ست المستشار؟ انت حضرتك رئيس النادي دلوقتي ولامس اكيد عن قرب بعض المشاكل عند اللعيبه او عند الجهاز الفني او داخل نادي الزمالك. عايزين حضرتك تحطنا في صوره من النتائج اللي هي مش ولا بد، لان احنا كلنا يهمنا نادي الزمالك يبقى شكله مميز وشكله كويس، ونتائجه في الفتره الاخيره ما تدلش على كده. كابتن طارق اتفضل. انت دربت نادي الزمالك قبل كده؟ ده العصر الذهبي لجهاز فني مع مجلس اداره. بالظبط. لا تدخل على الاطلاق. يغلب يخسر يتعادل، ولا حد بيكلم حد. انا راجل بحاسب في نهايه الموسم، واخد بالك، وكلامي واضح، بدي كل الدعم لاحمد حسام وجهازه الفني والطبي والاداري، وبنتحاسب. القطر بيطلع من محطه مصر بيوصل سيدي جابر، اول ما توصل سيدي جابر بالسلامه احاسبك. ده كلام جميل. ما وصلتش سيدي جابر اقول لك تعالى بقى انت ما وصلتش، احنا متفقين نوصل محطه سيدي جابر، واخد بالك. عشان كده بقول انا قعدت بس مع الجهاز مره واحده اول ما جيت، قلت لهم الحاجات الاخلاقيه ان ما تزوقش حكم، يقبل اي انذار، الجماهير ما تستفز، كل الحاجات التربويه. لكن انا بقول كل الدعم لهذا الجهاز لغايه ما يخلص الموسم. ان شاء الله عندنا دوري عام، عندنا في كاس هيكمل ان شاء الله، عندنا بطوله الافريقيه. رياضه يا طارق، مكسب وخساره اكيد طبعا. ممكن يعني انت لعبت اسوا ماتش في تاريخك مع المنيا وكسبت 4. بالظبط. واخد بالك، ولعبت النهارده ماتش كبير جدا وخسرت. ايوه بالك. فانا عايز اقول انه ولا حتى قعدوا مجلس اداره بيقول لي اقعد مع الجهاز، قلت له ولا حد يتكلم معاه ولا اتكلمه، سيبه يكمل زي ما هو كده، عنده اخطاء بيصلحها، ما حدش يتدخل في الفنيات. انا لو المره اللي فاتت لما اتدخلت لو تفتكر كنت بتكلم على الفريق الجماعي لمحمد ابراهيم كسلوك لاعب داخل الملعب. بالظبط كده. بالظبط. لكن ثاني بقول اهو، احمد حسام كل الدعم المادي والمعنوي ليه والجهاز، ولغايه ما يوصلوا سيدي جابر هيوقفوا عند كفر الدوار دي بلدكم طبعا. بلد والدي. بلد الكابتن حسن. وبلد كفر الشيخ، بلد كابتن طارق. مش عارف وليد بلد توليد من المنصوره ولا منين؟ من القاهره. على فكره من المهندسين. على فكره انا عاجبني جدا جدا يعني تخصص حضرتك في الناحيه الاداريه، وبعدك تماما عن الناحيه الفنيه، لان الزمالك برضو بيقدم عروض كويسه، وتبقى كل الحظوظ لنادي الزمالك انه ممكن يوصل للمربع الذهبي، فدي حاجه كويسه يعني. طيب سياده المستشار، ليك تعليق على تغيير الجهاز الفني في الاهلي النهارده؟ ليه تعليق. اتفضل. اللي مش عارف يتحشر في ايه بقى. انا الراجل رئيس الزمالك، وده مجلس اداره النادي الاهلي، ليه كل الصلاحيات. هو شايف مصلحه النادي بتاعه فريقه ازاي، واخد بالك. لكن طبعا ده لا يقلل من جهد كابتن محمد يوسف وسيد عبد الحفيظ واعتقد كابتن هادي خشبه لا يقلل من جهدهم. ناس خدوا بطوله الدوري وخدوا بطوله افريقيا اعتقد السنه اللي فاتت. فانا بقول ده يخص مجلس اداره النادي الاهلي ويخص الجهاز الفني، واعتقد هو جابه فتحي مبروك. كابتن فتحي. انت عارف كابتن فتحي ده كان الكابتن بتاعي في الفريق الكليه والجامعه. والله انت كنت تلعب كوره يا ست المستشار؟ بقول لك اساله، هو الكابتن كان الكابتن بتاعنا. يعني حضرتك كنت بتلعب كوره في الجامعه؟ دايما بسالك اهو، عايز اعرف كنت بتلعب ايه، مركز ايه؟ كنت بلعب خط النص، كان كابتن فريق الكليه، كابتن فريق جامعه معانا. كان المستشار شعبان الشامي اللي بيحاكم الاخوان دلوقتي. كان بيلعب سيرد باك. ايوه سيرد باك اسف. قول بس. وكان بيضربنا عبد المنعم الحاج. ايوه اللي هو كان رئيس نادي الترسانة، الراجل المحترم دون. ايوه واخد بالك. ففتحي طول، وكان معايا في سكشن على فكره فتحي. والله. يعني كليه حقوق. بس انا سبت فتحي سنه رابعه اشتغلت وكيل نيابه، وبعد 16 سنه لقيته يعني بيلعب ما شاء الله اتخرج يعني. لان فتحي كان في المنتخب، يعني فتحي كامل كوره. ايوه انا كملت نيابه. ايوه واخد بالك. وطول عمره كابتن محترم وملتزم ومؤدب. شخصيه محترمه. بالظبط. بس زي ما قلت لك اتخرج متاخر ب 16 سنه بسبب الكوره. بسبب الكوره. انا بشكرك يا ست المستشار. وهارد لك النهارده. الله يخليك. توفيق يا ريس ان شاء الله. لا ولا يهمك. بشكرك يا ست المستشار.